كابتن عمر يعطيك العافية، ألف مبروك 3 نقاط. الله يبارك فيك. الحمد لله، مبارك الجمهور النصراوي. الحمد لله، يعني بعد فترة توقف كنا نحتاج الفوز، والحمد لله اليوم الفريق كله كان، يعني ما نقول وصلنا مرحلة 100%، يعني كان مقبول نوعا ما. الحمد لله عندنا أفضل من كذا، والقادم أجمل بإذن الله. كابتن، أن تعود التشكيلة الأساسية بعد غياب في المباراة الأخيرة أمام الخليج، أن تعطى الثقة أيضا من المدرب بإعطاء إشارة القيادة الكابتن عمر، إيش تعني لك اليوم؟ بالعكس، يعني إن كمنظومة زي ما قلت أنا، إن فريق واحد، سواء أنا لعبت محمد عيد برون وكلنا نكمل بعض. بالعكس، يعني زي ما شفت اليوم الروح، ويعني خاصة من الدكة، يعني كانوا كلنا على قلب واحد، وهذا اللي كنا نحتاجه. فإن شاء الله زي ما قلت أنا، إن شاء الله النصر عاد وبقوة إن شاء الله. مستويات كابتن، يوم بديت الدوري انتصار هزيمة انتصار هزيمة، اليوم انتصار. هو شوف، إن كلاعبين أكيد إنه مو بعجبنا الوضع، مو بهذا وضع النصر الطبيعي، فإن شاء الله عندنا أفضل. وزي ما قلت، يعني مباريات، يعني من فترة لفترة تبدأ الرتم، مستويات ونتائج إن شاء الله تكون أحسن من كذا بإذن الله. الله يعافيك حبيبي، يلا شكرا.